هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن قراءة سورة الواقعة في كل صباح ومساء تجلب الرزق أو نحو ذلك المعنى؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم حديثا بهذا المعنى، ولكن قراءة القرآن على وجه العموم فيها فضل عظيم، وقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء مع الورد وكذلك بعد كل صلاة، هذا أيضا فيه فضل وله آثار طيبة على المسلم. نعم.